إذن برعاية سامية للسيدة وزيرة الثقافة والفنون وبإشراف السيد والي ولاية سعيدة، أشرفنا اليوم كقطاع الثقافة على افتتاح الأيام الوطنية التي بولاية سعيدة بدار الثقافة مصطفى خالف، والتي ستدوم إن شاء الله من ابتداء من يوم 26 إلى غاية يوم 29. وكانت فرجة ممتعة للأطفال لبناتنا وأبنائنا بولاية سعيدة. كذلك هذه نشكر يعني الجمعية الثقافية أهل الفن التي كان هذا مشروعها والتي دعم من طرف وزارة الثقافة، وهذا يدخل في إطار استراتيجية وزارة الثقافة في تدعيم الجمعيات مشاريع الجمعيات الثقافية من أجل يعني الحركة الثقافية. وحقيقة جمعية أهل الفن لولاية سعيدة كانت في يعني في المستوى المطلوب، ويعني جاءت بالجديد، وهذا المسرح العرائس القراقوز يعني عرف نجاح في يومه الأول، وإن شاء الله ستدوم هذه الفرحة. كما لا يفوتني أن أرحب بالفرق التي ستشارك معنا فيها طيلة هذه الأيام، وأتمنى لها إقامة طيبة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، معك فيلاني محمد نائب رئيس جمعية الهدى والالتحام الثقافية. تشرفنا اليوم بافتتاح الأيام الوطنية لمسرح الطفل، كانت المشاركة بالعديد من الولايات من كل ربع الوطن. شاركت معنا كان معنا مسرح الطفل وعرائس القراقوز. كانت هالتظاهرة كما نقولوا احنا مفتاح للأبواب من نتعرف بيتعرف الطفل معنا عرائس القراقوز. كان يتاخدها حاجبات ولا، ولكن هو صح ميساج، مدي ميساج كما شفنا هنا مع مسرح الديك من ولاية سيدي بالعباس. جانا بالعرض الرقصات، جاء عرض شباب الله يبارك، تم استقبال أطفال، استقبلوا كما نقولوا احنا الميساج وفهموه وعرفوا القيمة تاع هذا الآخر. ونشكروا كل من والي ولاية سعيدة على عطانا الاسم تاعه، ونشكروا كامل اللي شارك في هذه الأيام الوطنية. السلام عليكم. مناسبة عندي شحال من معليش قادير كمل لك. انا نعرف وحدين كيما هاد الجماعة، ربي هو عالم ياك. الحمد لله. وانا نبغي الاطفال، قاش كنت مع الدومان تاع الاطفال، الحمد لله وراني عاد كي وحدين كانوا هاك، دروك راهم في الجامعه كي يتزوجوا، اللي تزوجت كاين الحمد لله. وحدين نلقاهم ما نعرفهمش، قالك عندي في كل شيء تبدل، جو يجروا خير عمو خير عمو، الحمد لله يا ربي الحمد لله. يا وقع نبغيهم بغالات ما تعرف انا حسين شاب فنان من مدينة سيدي بالعباس، ابن الفنان عمي قالة. اليوم كنا بعرض الراقصات اللي يشمل العديد من الرقصات التقليدية وفي حتى الملابس التقليدية الجزائرية. الشيء اللي نحبوا نقولوه ديما بهذا العرض، لازم نفتخروا بواش عندنا كتراث جزائري، كرقصات جزائرية تقليدية، وهذا مسؤولية الفنان باش نربوا الجيل نتاع غدوة اترافير دي سبيكتاكل بيداغوجي، اترافير دي سبيكتاكل فيهم اون سيكولوجي دونفون اللي مدروسه حتى فيما يخص الملابس، فيما يخص الالوان والاشكال نتاع العرائس. عندنا متحف نتاع العرائس اللي فيه حوالي 500 عروسه من كل العالم. انا ما حبيتش نكون فنان، ولكن حبيت ديما نكون ان اكزومبل لهاد الجينيراسيون، الجيل اللي جاي من بعدنا. انا تعلمت الحرفه على الوالد، ونتمنى ان الحرفه هذه نمدها للاخر. وفاتحين مدرسه شعبيه في متحف غنجة نعلموا فيها العرائس لهذا الحال الفن النادر. وسعيده معروفه يعني بالنشاط الثقافي، نحكي للوالد من اول عروض العرائس اللي قدمها في حياته كانت فيها الخشبه.
يعني اول هذه انطلاقه البرنامج الايام الوطنيه للمسرح التبرع الرئيسي القرقوز بولايه سعيده، يعني يبدا من 26 سبتمبر الى 29 سبتمبر. فرحه وفرحه وفرحه كبيره انك شفت هذا الجمهور، وخاصه البراعم. يعني اليوم الاول ما كناش متوقعين، احنا بكل صراحه ما كناش متوقعين غادي يجونا هذا البراعم وهذا الجمهور للافتتاح هذه الايام الوطنيه. وحتى الولايات اللي شاركوا معنا، ولايه الطارف، تلمسان، بسكره، بومرداس، عين الدفله، تيارت، يعني الحمد لله اللي لبوا الدعوه تاعنا وجاو شاركوا معنا في هذه الايام، نقول لهم شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم من هذا المنبر. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناه الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.